من جديد نرحب بكم وبكل من انضم إلينا الآن في البرنامج الفقهي لكل زمان ومكان، وحديثنا عن الإمارة والمسؤولية في الإسلام، شروطها، واجباتها، حقوقها، ثم فتح المجال لأسئلتكم. كانت هنالك بعض الإضاءات في هذا الموضوع الذي بدأنا به الحلقة، نريد أن نركز عليها مع فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء، ثم نفتح المجال لمزيد من الأسئلة عبر الهاتف. فضيلة الشيخ، بدنا الخلاصة بفكرة الإمارة والمسؤولية في الإسلام والواجبات والحقوق المرتبطة بها. طيب، نحن بس قبل أن نمشي إلى الواجبات بعد إذنك بسرعة كده، أن في شرطين مهمين جدا في الإمارة العامة، واخد بال حضرتك، أن يكون رجلا عدلا، بمعنى رجل صالح في نفسه ولو عنده بعض زي ما قلنا الشيء، ويعامل الناس بالعدل وبالسوية. وده نتكلم عنه في الواجبات التي عليه تجاه الناس. أيضا أن يكون رجلا يعني عارفا بدينه، عالما، يعني مش العالم المتبحر، لكن خلينا نقول بلغة العصر مثقف. صحيح، بلغة العصر مثقف. إشكاليتنا يعني لما نجي نقرأ في الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ومن ولوا الحكم، كانوا علماء وكانوا فطاحل وكانوا أدباء، وكان الكثير منهم أو بعضهم خلينا نقول شعراء، وكان البعض منهم حتى يعني ربما بلغ درجة الاجتهاد في الفقه، يعني خاصة إذا تحدثنا عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه والصحابة، وسيدنا والإمام الحسن رضي الله عنه، وتكلمنا عن سيدنا معاوية وهكذا يعني. ولكن نحن لا نقول بأنه يجب أن الآن بعد زي ما قلنا أني أصبحت قيادة الدولة قيادة مؤسساتية، لا نقول بأنه اشترط أن يكون، لا، لكن أقل شيء عنده ثقافة يستطيع أن يتعامل بها مع العصر الذي يعيشه. نحن نرى للأسف كثير ممن يعني من المسؤولين في الدول يعني اللي هم قائمين على أمرها، ربما يعني الصفة التي يمتاز بها هي الجهل وعدم المعرفة، واخد بال حضرتك، حتى ربما لا يستطيع أن يقرأ يعني من ورقة يقرأ تكتب له، فلا يستطيع أن يقرأ منها، لا يستطيع أن يقرأ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه هي القضية الكبرى، لما تسمع إلى قاضي يقف مثلا وهو المنوط به الحكم بشريعة الإسلام والمنوط به قراءة الأحكام من كتاب الله والاطلاع عليها ومعرفتها، ثم لا يعرف أن يقرأ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أو يصححها حتى يعني بس يعني عايز نقول بالحركات الظاهرة التشكيل، مش بس نقول أحكام التبويض ولا غيره، لا. فهذا مما ابتليت به الأمة للأسف. ثم بعد ذلك إذا أردنا أن نتكلم عن الـ يعني حق الحاكم على المحكومين، أنا سأبدأ بحق يعني الحقيقة نغفل عنه وربما ينظر إليه هذه الأيام على أنه يعني شيء خروج على الحاكم، بل هو حق أصيل واجب على الأمة وحق للحاكم في أعناق المحكومين، ألا وهو النصيحة، حق النصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الصحابة لما يقول بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أنصح يعني لمن والله الله أمري. الإنسان لازم ينصح، لا يصح أبدا إن الإنسان يعني يصفق للحاكم يعني على كل ما يقول، يؤمن للحاكم سواء كان أصلح أم أخطأ، إنما لا، إن أصلح قلنا له لا أصلحت، وإن أخطأ قلنا له بأدب النصيحة أنت أخطأت وقف عند حدك. هكذا علمنا الإسلام، وهكذا علمنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حينما قامت امرأة فنصحته على ملأ ومسمع من الناس حينما أراد أن يحدد المهور، لما غال الناس في المهور في زمانه فأراد أن يحدد سيدنا عمر المهور، فيعني قامت امرأة وقالت له كيف تفعل هذا يا أمير المؤمنين وقد قال ربنا سبحانه وتعالى أو أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما منه. فقال رضي الله عنه وأرضاه أصابت امرأة وأخطأ عمر. ومرة أخرى يقول لما قال اسمعوا أطيعوا قال له الرجل لا نسمع ونطيع، في قصة في حديث مشهور ذكرته من قبل، لما وضح له الرجل السبب وأبان له عمر قال سيدنا عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمع. أستاذك في بعض اتصالات تنتظر. فهيمة من الجزائر تفضل يا فهيمة. عليكم السلام. السلام عليكم أخي. عليكم السلام. صوت بعيد يا فهيمة، ارفعي صوتك. مرحبا بك أخي. أنا عندي سؤال للأخ حلاوة. نعم يسمعك تفضلي. أخي أنا ذهبت المكتب من المكاتب الموجودة في قسنطينة، ذهبت نميكلامي على محل أختي لم يعطوه لها لأولادها منذ 25 سنة، فلما ذهبت طالبت من الذي يدخل لهذا الحاكم، قلت له انا داخله نميكلامي، قال لي فوزات دو لا بار دو كي، قلت له انا دو لا بار دو بيرسون. هذا فرنساوي اختي. انا جيت التعبيرات الحقيقه استخدمت مصطلحات بالفرنسيه. هي هو قال لي هكا، قال لي هكا، هو قال لي اسمح لي اخي. طيب. قلت له انا اخي انا جزائريه ومن حقي ندخل لرئيس الدائرة، لماذا رئيس الدائرة يدخل بالمعرفة زي ما قال الأخ حلاوة الآن ليصفق للنظام؟ ما هو السؤال؟ ما هو السؤال للشيخ بدون القصة؟ الله يرضى عليك الوقت. بس السؤال يا أخي عن الإمارة وعن المسؤولية، من فضل الحكومة تاع الجزائر إذ حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، يستقبلونا البيروقراطية هذه اللي عاملة يعني المشاكل في الوطن، وأنا وضعت إيدي على الكعبة وعهدت الله بإذن الله لن أرجع إلى الوراء، لأني لو زي زمان كنت مقلب عليه المكتب. بارك الله فيك يا فهيمة وأعانك الله. شكرا لك يا فهيمة. عبد الإله من السعودية تفضل. عبد الإله ورحمة الله وبركاته. السلام على فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. الله يحفظك. سؤال بسأل، كان لي صديق وهو يعني محدود الدخل ولقى بنت صغيرة في الشارع وبعدين وداها للشرطة وقال لهم أنا أبغى أحتفظ بالبنت، فأحتفظ بالبنت طبعا هو زوجته وعنده هو بنت من صلبه يعني، ورباها لين صار عمرها يوم رباها لين صار عمرها تقريبا 21 سنة، زوجها زوج الشخص صالح. هل يعني ما هل هذا الرجل ينطبق عليه كلام الرسول أنا وكافل اليتيم في الجنة؟ كهاتين رباها تربية ايه رباها وعلمها على حسابه ايه ويعطيها كل مصاريف ولا يفرق بينه وبين بنتها ما شاء الله، بينه وبين بنتها هذه حتى بعد الزواج ما يفرق، يرسل لهم فلوس مساعدة ما شاء الله، يرسل لهم مع بعض زي بعض. تسمع الجواب ان شاء الله. حياك الله يا عبد الإله. عبد السلام من فرنسا. شيخ حلاوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم من يعين الحاكم الظالم على الوصول إلى الحكم بقوة السلاح ويكره الناس على مبايعته ومن ثم يورث حكمه إلى أبنائه ويرثون العباد والبلاد والعباد كقطعان الماشية عفكم الله وبارك الله فيكم. حياك الله. أمة الله بريطانيا. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عندي سؤالين للشيخ من فضلك. نعم. السؤال الأول، أنا كان نصحني أحد الشيوخ كان في برنامجكم عن سألته عن كتاب يعني يعينني إن شاء الله لأني إن شاء الله نويت الحج، فنصحني بفقه الحج.
لكني لم أتمكن من إيجاد هذا الكتاب. هل فضيلة الشيخ يمكن ينصحني بكتاب آخر إذا لم أتمكن من إيجاد؟ والسؤال الثاني هو أرجو من فضيلة الشيخ إن شاء الله أن يوضح لي الحديث الصحيح لأمنا عائشة رضي الله عنها حين سئلت عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث طويل، أنا لم أفهم حين تقول كان يقف يعني يركع طويلا ويسجد طويلا. فإذا كان الشيخ، هل عرف الشيخ على أي حديث أتكلم؟ نعم نعم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. أحمد من موريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله حياك الله. أهلا وسهلا. حلاوة كلام حلو. الله حياك الله. أهلا وسهلا. ربنا يكرم. مرحبا. في موريتانيا الحاكم لا ينتفع من الوظائف إلا من قبيلته كبيرة، قبيلة كبيرة. ما هو السؤال؟ ما هو السؤال يا أحمد؟ قلت لك إنك نطرح لي هذه الإمارة. أحنا قلت لك إن الواحد لا ينتفع من الوظائف إلا إذا كان له قبيلة كبيرة. أه؟ نعم. أنت للأسف الصوت مش واضح يا أحمد، وأنت عندك صوت الصدى، المعذرة منك. محمد من إيطاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. أخوي بغيت نسأل الشيخ. شكرا بارك الله فيك. مرحبا. عندي أخوي بنت خطبها واحد شاب وحب يسكنها مع أمه وأخته ويعني مع دارهم، وأنا رفضت لأنها ما عنده سكن لوحده. هل يجوز أم لا؟ أها، تسمع الجواب. مشكور على سؤالك. ها؟ مشكور على السؤال. تسمع الجواب بعد قليل إن شاء الله. إن شاء الله. المغراوي من فرنسا. المغراوي قاسم. حياك الله يا أخي. مرحبا يا قاسم، تفضل. تفضل أخي المغراوي قاسم، ما هو سؤالك؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج يا إخواني. وكنطلب منكم أنا سؤالي جزاك الله خيرا، هو أن ألو. نعم نسمعك، تفضل تفضل. عندنا واحد الاخ ديالنا، احنا 8 الاخوان، وعندنا واحد الاخ ديالنا كيتعدى علينا بزاف. والنهار من وقت من نهار مات الوالد من 2011. الو ايوه كمل سؤالك. الله يرضى عليك، كمل سؤالك. 2011 هو الورث فرقنا، هو اللي صيفط الخبير وفرقناه وفضينا. ودابا قال لك قالوا كنسمعك. المعذرة المغراوي، في مشكلة في الصوت، أرجو يا بتكلم الزملاء حتى نفهم شو السؤال ونعود لك. أنا أعتذر منك بشدة. أبو حسن من إيطاليا، أرجوكم من يتصل علينا يلغي صوت التلفاز تماما، يسمعنا ونسمع عبر الهاتف فقط. أبو حسن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا أهلا. لو سمحت يا أخ. نعم نسمعك، تفضل أخي. أنا عندي ابن لسه ما اتجوزش وعايز يروح يحج هو وأمه. نعم. ينفع ولا بقول له الأول اتجوز وبعدين روح حج؟ هو عنده تكاليف تعينه على الحج؟ عنده كليف بس لسه ما تزوجش وعنده 27 سنة. فأنت تقول له الأولى أنه هذا المال تنفقه لزواجك، يعني هو اللي عائق في زواجه موضوع المال أم رغبته هو الشخصية؟ لا هو عشان ينزل مصر، فعندنا ممكن عشان نزول مصر. فإذا القصة أنه هو لو ما راح على الحج هل هيتزوج؟ يتزوج إن شاء الله. بقول له دور على بنت نبي إيطاليا مسلمة وتجوزها إن شاء الله، فهو عايز يروح مصر يتزوج. طيب تسمع لكل النصيحة بهذا السياق، وربنا يكون بعونكم ويفرج همنا وهمكم يا رب. طيب معلش ناخذ الإجابات. بدأنا الأخت فهيمة الله يكون بعونها. عبد الإله من السعودية يسأل هل ينطبق على هذا الذي وجد الفتاة ورباها واعتنى بها حتى زوجها وما زال يعتني بها أنه كاف ليتيم؟ أكيد طبعا أكيد، لأن هذه الفتاة لا أب لها ولا أم، لا بل
آمل من الله عز وجل أن يعطيه أجرا أجل وأعظم من ذلك. اليتيم هو من مات أبوه، لكن هذا وجده لقطة، يعني لا أب له ولا أم، هذه البنت لا أب له ولا أم، فاهتم بها ورباها وأحسن تربيتها حتى زوجها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك له في ماله وفي أهله وفي ما آتاه، وأن يكثر من أمثاله. نحن بحاجة إلى هذه الأمة المعطاءة. نعم. عبد السلام من فرنسا يسأل عن حكم من يعين الحاكم الظالم على غصب السلطة وإكراه الناس على مبايعته، ومن ثم يعينه على توريث هذه السلطة لأبنائه. رجل جاء الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وقال له: إني أخيط ثياب الملوك، أخيط ثياب الملوك، هل ترى أني من الذين قال الله فيهم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار؟ فقال له: أنت من الظالمين أنفسهم، أنت من الظالمين، أما الذي يبيعك الخيط والإبرة فهو أحسبه من الذين أركنون إلى الذين ظلموا. فكل من أعان ظالما، كل من أعان ظالما فهو شريك له في الوزر وشريك له في ظلمه، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى وألا نتعاون على الإثم والعدوان، حينما قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبقدر ما يكون إعانة الظالم، بقدر ما يكون إعانة الظالم يعني على ظلمه، وهذا الظلم يتعدى الآخرين، بقدر ما يكون يعني الجرم، وبقدر ما يكون العقاب عند الله سبحانه وتعالى. يعني أنا مثلا لو أن إنسان أعان ظالما في مظلمة صغيرة تتعلق بشخص أو باثنين، لا شك هذا لن يكون مثل إنسان أعان ظالما على أن يظلم أمة بأكملها أو أن يظلم شعبا، فإن هذا جرمه عند الله سبحانه وتعالى أشد وأكبر. طيب، هنا أمة الله تسأل عن حكم عن كتاب شرعي يعينها على الحج، هنالك من نصحها بفقه الحج ولم تجده. لو أرسلت لنا عنوانا نرسل إليها إن شاء الله كتابا في نسك الحج إن شاء الله. طب إذا كان يعني بشكل عام لمن يعني لا تستطيع أن ترسل لكل المركز الناس، المركز عندنا هو طابع كتاب في الحج فأنا أرسله له. نعم، كتاب الحج صادر عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. لا، على المركز الثقافي الإسلامي في أيرلندا. المركز الثقافي الإسلامي في أيرلندا. نعم. وممكن التواصل مع الموقع المركز لمن يريد أن يشتري نسخ. تدخل على موقع المركز الثقافي الإسلامي دبلن وتكتب بس طلبا وعنوانها نرسل إليها الكتاب إن شاء الله. أحسن، بارك الله فيك. تسأل عن السيدة عائشة رضي الله عنها وشرحها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أن بعض التفاصيل تريد أن كانت تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. لأن هناك فرق بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كإمام يصلي بالمسلمين، فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى بالناس خفف، صحيح؟ نعم. وحينما بلغه أن معاذ بن جبل يطيل بالناس في الصلاة قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ يا الله. ثم قال: من ائتم بالمسلمين فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. لكن لو أن إنسانا يصلي بأهل بيتي أو يصلي في البيت أو يصلي بشباب اعتادوا على أن يطيل يطيل بهم الصلاة فلا بأس. فوصف السيدة عائشة رضي الله عنها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تصف صلاة رسول الله في بيتها صلاة القيام، لا تسأل عن حسنها ولا تسأل عن طولها ولا تسأل عن ركوعها ولا عن سجودها، فوصفت صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. أكرمكم الله. محمد من إيطاليا يقول أنه جاءه خاطب لابنته يريد أن يسكنها مع أهله، مع أمه وأخته، وهو بناء على هذا الأمر رفض تزويج ابنته لهم، ويخشى أن يكون قد لحقه إثم بذلك، فيريد أن يسأل هل الذي قام به موافق للشرع أم لا. طبعا من حق الزوجة أن تسكن في سكن مستقل عن أهل زوجها، عن أبيه وعن أمه وعن إخوانه وأخواته، هذا حق للزوجة، لكنها هي التي تقرر تقبل ذلك أم لا.
قد تكون البنت عندها رغبة في أن تسكن مع أهل زوجها وهي فليس للأب أن يمنعها، لكن لو كان هذا بناء على رغبة من البنت نفسها فلا بأس. طب إذا كان هو اجتهاد منه والبنت نزلت عند لا لازم أبيها. يستشيرها، لا بد أن يستشيرها، لا بد أن يستشيرها، لأن هي صاحبة الأمر، هي صاحبة المشكلة، هي التي ستتضرر إن وقع عليها لا قدر الله ضرر، وهي التي ستعيش مع زوجها في سعادة إن كانت في سعادة. لكن الشرع يعطيها الحق في أن تقول لزوجها أنا أريد مسكنا خاصا لي، الشرع أعطاها الحق، فإذا تنازلت هي عن حقها هذا أمر يعود إليها. لكن يوجب الشرع على الزوج أن يوجد لها سكنا؟ نعم يوجب عليه، أن قلنا هذا حق معنى حق لا يعني واجب عليه، تمام. لكن الأب ليس له أن يتدخل إلا من باب المشورة والإبداء النصح يعني، لأننا نخشى أن يكون في ذلك عضل للبنت ومنعها من الزواج. المجال مفتوح للمزيد من أسئلتكم على أرقام الهواتف التي ستظهر على الشاشة. لا أدري أبو حسن كان من أواخر من اتصل، ما بعرف أنا ما فاتني سؤاله أبو حسن، المعذرة منك يا أبو حسن إذا تعيد الاتصال بنا. وفي البعض أحمد من موريتانيا والمغراوي من فرنسا كان عندنا مشكلة معهم في موضوع الصوت في توصيل أسئلتهم. أنا في أخ اتصل فهمت سؤاله، إن كان كما فهمت فسأجيب. هو أن أخا له منذ أن مات أبيه اعتزلهم وتركهم ولا يتواصل معهم، وأنا أقول يعني حتى إذا لم يتواصل معك أخوك فأنت تواصل معه، لأن صلة الرحم فرض من فرائض الدين وواجب من واجبات الإسلام علينا أن نقوم بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعه الناس وصلهم، الواصل الذي يعني أنا لا أسمى واصل رحم إذا كنت أنتظر من أهلي أن يصلوني فأصلهم، نعم. لا هذه أنا بعمل واحد مقابل واحد بأكافئ فلا أسمى واصل رحم، إنما الواصل الحقيقي الذي يصل من قطعه. أكرمك الله. أحمد من موريتانيا أرجو أن يكون الصوت واضحا، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السؤال يا أحمد تفضل. أنا سؤالي قلت له طاعت الحاكم إذا كان يحرم الإنسان من فوائد الموارد الدولة إذا كان معارض أو قبيلته قليلة لا يستفيد منها، هل هو يجوز أن يزور يظهر إدارة الحق والله يسكت، لأن القبيلة الكبيرة هي اللي تحوى ولو إنسان دازها مشان ربي يندر على الوظائف دي جيدة القبيلة، نعم. كيف يوجه الحاكم أو الشعب هذا النوع ده. المسألة الأخرى هي الهيئة التنصيرية يبسط لهم الفراش الأحمر الفراب الحمراء وتفتح لهم كل باب يدخلوا فيه ويشوفوا، لكن الجماعات الخارجية تقوم بالدعوة وتعليم الناس وكفل اليتامى يجعل قدامه الشوك والمتفجرات والحصار، هل هذا عدد؟ هل هذا حكام العرب لماذا ما يكون حاقدين على الإسلام أكثر من اليهود والنصارى والمجوس؟ طيب واضح الفكرة يا أحمد، مع احترامنا لكل الأديان وتقديرنا لكل شخص يحمل أي معتقد يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. معانا أبو بكر من المغرب، تفضل أبو بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو بكر. جزاكم الله خيرا. عندي سؤالين. بالنسبة لي السؤال الأول، أسأل هل يجب تجب يعني فريضة الحج بمجرد أن يملك الإنسان المال؟ يعني هل يستطيع أن يؤخر هذه الفريضة إلى حين يقضي أغراض أخرى؟ واضح السؤال، واضح السؤال. السؤال الثاني، المعذرة أبو بكر أرجو معاودة الاتصال بنا، انقطع الصوت. أبو حسن من إيطاليا تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعدت السؤال يا أخ عدنان لو سمحت، أقول لك عندي ابن 26 سنة. أيوة صح ذكرنا السؤال تماما، ذكرنا السؤال تماما، اللي بده يتزوج بده يذهب للحج وأنت ترغب فيه له أن يتزوج، وأيهما أولى، أليس كذلك؟ نعم. المعذرة منك يا أبو حسن، حقك علينا إن شاء الله. تسمع الجواب الآن إن شاء الله.
حاضر. أحمد من موريتانيا يتحدث أنه إذا أنا كنت من قبيلة صغيرة ما أنكرش، لأنه هذاك من قبيلة كبيرة يعني خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الشهداء حمزة. نعم. ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، قام فأمرها فقتله، فهو مع سيدنا حمزة، يعني يكفي هذا فخر وشرف. لكن الناس إذا سكتت على الظلم، ها، فكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم. ولا شك إن من أنكر المنكرات الظلم، ومن أنكر المنكرات البغي، ومن أنكر المنكرات ضياع الحقوق، بس ومن أنكر المنكرات يعني ظلم الحاكم. بدها حكمة، يعني إذا أنا مثلا كنت من قبيلة صغيرة، ممكن إذا أنا أنكرت المنكر يكون بطش الدولة بي أكبر. لا، أنا من لم أقل، شوف أنا أقول كبيرة. أنا نحن لم نقل إن عشان ينكر المنكر لابد أن يصطدم مع غيره، ولا بد، إنما لا، ليس بالضرورة هذا أبدا بأي حال من الأحوال. إنما كما نقول إن إذا كل إنسان سكت لأني صغير وهو كبير، لأني من قبيلة ضعيفة وهو قبيلة قوية، لأني أنا يعني مثلا إنسان كذا فقير وهو غني، فبالتالي أنا أقيم لهذه الأمور كلها اعتبارات ولا أتكلم، الحكمة شيء آخر. الحكمة حتى لو أنا من قبيلة قوية وأتكلم مع إنسان من قبيلة ضعيفة، لابد أن أستعمل حكمة، لأن هذا هو أمر الشارع: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والإمام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه جعل مراتب التغيير ذكرها، فقال بأن المنكر إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر منه أو مساوي له فلا تغيره. لو أنا ما غير المنكر ذا يجيب له منكر أكبر أو مساوي له لا أغيره، ولكن إذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى زوال المنكر أو منكر أقل فواجب علي أن أغيره. وزي ما أؤكد يعني أن تغيير المنكر لا يرتبط بأي حال من الأحوال يعني بغنى وفقر. امرأة قامت في مسجد سيدنا عمر، امرأة، وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. ويعني زي ما بيقول كده المصريون: لما تفرعن فرعون وطغى في البلاد وأكثر فيها الفساد وادعى الألوهية من دون الله عز وجل، قال: يا فرعون، ما الذي أوصلك إلى هذا؟ قال: لم أجد أحد يقول لي لا تفعل. نعم. فكل ما أمشي خطوة أتقدم. وهكذا فراعين العصر الحديث سبب أنهم يتفرعنوا ويتألهوا أنهم لا يجدون من يقول لهم قفوا عند حد، قفوا عند ظلمك. يوقف فرعنته. سنقف الآن مع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن أولئك الفراعنة وإيقافهم وكل النصائح التي يمكن أن نستنير بها. بارك الله فيكم، فاصل قصير وراجعين. من جديد نرحب بكم وبكل من انضم إلينا الآن في البرنامج الفقهي الأسبوعي المباشر لكل زمان ومكان، والذي يعاد في الساعة 11 ليلا بتوقيت غرينتش، الساعة يعني 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ثم يعاد أيضا بالفترة الصباحية في 7 صباحا بتوقيت غرينتش يعني ليوم الاثنين غدا، أي 10 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. بإمكانكم إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني للبرنامج fatwa@alhiwar.tv أو عبر هواتف البرنامج. كنا قد وقفنا، عفوا، نأخذ بعض الأسئلة ثم نجيب. لا، تفضل، مين معي؟ مصطفى من السعودية، تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. في عندي سؤال بالنسبة للبيوع. يعني احنا بنبيع دواء على شهر، بنبيع دواء على شهر، تمام؟ نعم. وبنقول للراجل إذا سددت خلال شهر تاخد 5%. نعم. طيب، وبعدين إذا ما سدد الرجال بعد الشهر يسقط حقه في 5%. هذه حكمها إيه؟ واضح السؤال، واضح السؤال، تسمع الجواب. يوسف من إسبانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أخواتي الكرام. عندي مشكلة في مصر المنى، الحيوان المنوي، يسبب لي ألام شديد ألم شديد عند الخروج عند الجماعة. يعني تبين بعد الفحوصات أن المنى ينحصر في الداخل ولا يخرج منه إلا القليل،
والحل حسب الأطباء يكون في تحويل السائل المنوي عبر مسرى البول، وهذا يتبين يعني يترتب عليه عدم القدرة على الإنجاب في المستقبل، مع العلم أن عمري 53 عام ورزقت 5 أولاد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يعني تسأل، عفوا تسأل عن حكم أنك إذا قمت بهذا الإجراء فكأنك يعني اخترت هذا الخيار، فتسأل إن كان هذا. طيب عفوا، الحكم الشرعي شو البديل؟ أسأل الحكم الشرعي، إذا أجريت هذه العملية وتم التحويل عبر مسرى البول وهذا يترتب علي عدم الإنجاب مستقبلا، وما هو ما هو الحكم الشرعي فيه؟ ماشي. السؤال، ما هو البديل إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن؟ يبقى الألم، يبقى الألم ولا يخرج إلى الخارج، وهذا يسبب ألم شديد في البطن. تسمع إن شاء الله، تسمع الآن الجواب. سأل الله أن يعافيك أخي الحبيب. شافاك الله وعافاك. أبو بكر من المغرب عاد إلينا، الذي سأل عن هل تجب فريضة الحج بمجرد امتلاك المال، وكان في سؤال ثاني. أبو بكر تفضل يا أبو بكر. نعم، كان عندي سؤال ثاني. نعم. وأنا كنت استمعت للشيخ وهو يرد على السائل الذي رد خاطبا لأنه يريد يسكن زوجته مع والديه، فأتساءل يعني كيف يمكن للزوج أن يوفق بين حق الزوجة ورغبتها في سكن مستقل وحق الوالدين في الرعاية ورغبتهم في السكن مع ابنهم. شكرا. نعم، التوفيق بين حق الزوجة في السكن المستقل وحق الوالدين في الرعاية. طيب خلينا نجاوب ما وصلنا إليه، ونبدأ مع أبو بكر من المغرب. أولا بسؤاله، هل تجب فريضة الحج بمجرد امتلاك المال؟ يعني هو هذا السؤال طرح عند الفقهاء قليلا، هل قديما، هل فرض الحق الحج هو على الفور أم على التراخي؟ فرض الحج هل هو واجب على الفور بمجرد ما أمتلك المال وأمتلك يعني المؤونة والاستطاعة، يجب علي أن أؤديه على الفور أم على التراخي؟ هناك من أهل العلم من رأى بأن الواجب إنما هو على التراخي وليس على الفور، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فريضة الحج إلا يعني حجة الوداع، مع أن الحج فرض قبل ذلك، وكلف أبا بكر رضي الله عنه بالحج وقيادة المسلمين. ومنهم من قال إنما يجب على الفور، لأن الإنسان لا يضمن عمره ولا يضمن يعني حياته إذا مات، فهو سيسأله الله عز وجل عن الحج، وخاصة أن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي معنى الآية أو تفسير الآية، فرض الله على الناس حج البيت من استطاع إلى ذلك سبيل، وعقب بعدها ربنا بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والذي الحقيقة أنصحه لأخي الذي آتاه الله سبحانه وتعالى الاستطاعة وآتاه الله المال أن يبادر بالحج، بادروا بالأعمال هذا الصالحة، هذا أصلا إذا كان متاح لأن الدول أصلا الآن تنظم مسألة الحج، ربما من أوروبا من هنا يسأل، هو من المغرب يسأل، ما بعرف إذا هو موجود في المغرب أم في أوروبا. بادروا بالأعمال الصالحة، هل تنتظرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة 6، وفي رواية بادروا بالأعمال الصالحة 5، وفي رواية 7، ومنها هل تنتظرون إلا موتا مفجئا؟ هو التركيز على هنا أن الموت يأتي إلينا بغتة، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وأنا لازلت في نفسي غصة وألم من أحد إخواني، يعني قلت له حج يا فلان، قال لي لا أنا السنة دي عندي مش عارف إيه مشروع كذا وكذا وكذا وكذا. لازلت والله كلما أتذكر أدعو له وأتألم، يعني وأقول سبحان الله الإنسان يعني ما الأيام لم يكن عنده عذر ولا شيء، إنما أهو الدنيا هي التي تؤجل للإنسان الأعذار. وسبحان الله لم يحج هذه السنة مع أنه كان في كامل استطاعته وكده، ولم تأتي السنة التي بعدها إلا قد مات، وترك كل ما جمع لزوجه وأولادي وإلى آخر. فأرسلنا إلى زوجه يعني من يسألها بأن يعني ترسل أحد ليحج عنه، قالت أنا ما ليش علاقة بي، ورغم مات أي نعم، ورفضت أن تحج عنه، رفضت أو تحجج عنه أو أي حاجة. فلازل هذا الأمر يؤلمني ألما شديدا والله كلما أتذكره.
ولذلك أنا أدعو من إذا كان الشخص في دولة تسمح له بذلك، لأنه أنا أعد لك مجموعة كبيرة من الدول العربية، إذا ما كان الإنسان على حفة قبره كما يقال وبلغ به الكبر وعتية والله يعني أعلم يطلع له، يعني هذا يعني إذا الدولة هي التي تمنع إرادة فهو لازال الاستطاعة غير محقق. أيوة يعني أيوة إذا الدولة تمنعه الاستطاعة غير محققة، تمنعه بطرا تمنعه بحكم أي نعم، إما بالقرعة وإما بأي شيء كذا التنظيم يعني. لكن أنا أقول مثلا إخواننا الذين يعيشون في الغرب هنا يستطيعوا أن يحجوا، ومع ذلك تجد أصحاب الأموال منهم وإلى آخره يؤجلون السنة بعد الأخرى دون عذر شرعي. أنا عندي زميل في العمل كل مرة بنصحه روح على العمرة، لا ينقصه شيء إنه يعمل عمرة، مش عامل عمرة، فكيف الحج؟ خليه يروح حج إن شاء الله. إن شاء الله ضروري حج فعلا. أكيد يسمعنا إن شاء الله. طيب عندنا أيضا سؤال أبو بكر، معلش لأنه قطعنا عليه، التوفيق ما بين، فعلا مسألة مهمة، التوفيق ما بين تحقيق الاستقلالية للزوجة وبر الوالدين بأن تكون في خدمتهما، فمن الضرورة يعني أحيانا أن تسكن معهما. لا هو لي يعني خدمة الزوجة والد الزوج وأمه من باب يعني حسن الصلة بالزوج ومن باب حسن التبعه، مش مكلفة، لكن ليس فرض عليها. وهو أيضا الزوج لابد أن يراعي يعني أن هذه إنسانة وأن هذه كائنة تريد أن خادمة. تريد أن تستقل بنفسها، بل بالعكس أنا أرى إن هو لو أسكنها في منزل يعني مستقل هتبقى تأتي لخدمة أبيه وخدمة أمي وهي في سعادة، لأن لها بيت، ترجع آخر النهار تنظر في بيتها، تغير ملابسها، تتزين له كذا، غير لو أسكنها في بيت أبيه وفي بيت أمي بتبقى عايشة على أعصابها ومضطربة ولا تعرف كيف، ومن هنا تأتي الإشكاليات. وللعلم هذا كله من أمراض العصر. ليه؟ لأن الآن خلاص البيوت ضيقة أو الشقق ضيقة والأماكن، لكن البيوت زمان كانت فساح، وكان الابن ما يتزوج يأتي بزوجه فتعيش مع أبيه ومع أمي ولا يجدون حرج ولا ده كان العار، كان هو الوضع الطبيعي، كان العار كل العار أن يستقل الابن بسكن بعيد عن أبيه، كان يبقى عار في البلد، يعني الولد راح يسكن بعيد عن أبوه ده يبقى الولد ده يعني يشار إليه في البلد أنه عاق والديه. وكانت البنت تأتي بكل سعادة وتزف إلى يعني إلى بيت زوجها في بيت أبيها بيكون لها غرفتها المستقلة ومكانها المستقل وإلى آخره. أما الآن مع ضيق الشقق وخبال حضرتك وكذا لا تستطيع البنت أن تأخذ راحتها وأن تأخذ يعني حريتها، فمن حقها شرعا. أنا لا أستطيع كل هذا، ليس من حقها، لكن من حسن تبعلها لزوجها أن تخدم أباه بقدر استطاعتها، أن تخدم أمه، ترعى أمه، خلينا نقول ترعى لفظ يمكن أليق شوية، ترعى أباه وأن ترعى أمه بحسن يعني بطيب نية وبحسن يعني طوية، وتعلم أنها حينما تفعل مع أبيه ومع أمه قد يأتي اليوم الذي تحتاج فيه أن تفعل مع زوج ابنها تفعل معها ذلك. هو دائما يعني حضرتك بتأكد على معنى، أرجو أن يعني يلحظه المشاهدون الكرام، وأنا يعني أقدر أن بهم النباهة الكافية لذلك، أنه في كثير من المواقف أن يضع الإنسان نفسه في ذلك الموقف. ماذا لو كنت أنت ذلك الأب؟ ماذا لو كنت أنت ذلك؟ يعني تكون حليت جزء كبير من المشكلة. إشكالياتنا أستاذنا في الغرب هنا أن عقولنا أصبحت مبرمجة على مالية فلبية. وما علي حقي وحقها 50-50 زي ما يقول، مش عارف إيه الكلام ده كله، أنا لست خادمة، ما مش جاية خادمة لي، فأنا بالتالي أنا ما أقدرش، يعني لدرجة أن أحيانا أن بعض النساء لا تريد أن ترعى أولادها ولا أن تخدم أولادها لأن هذه خدمة وهي لا تقبل أن تكون خادمة، واخد بالك؟ فهذه الإشكالية التي نحن نعيش فيها، نحاول أن نقلد الغرب في ذلك، وهذا تقليد أعمى يجرنا نعم إلى ضياع الأسرة وشتات البيت. أبو بلال من ألمانيا، تفضل أبو بلال. السلام عليكم أخي عدنان. وعليكم السلام، حياك الله. حياتي للشيخ حسين حلاوة وإليك. الله يبارك فيك. مرحبا. أخي بلال، عندي سؤال، أنا نشتغل في ألمانيا يعني سائق سياس شاحنة وسيارة، لكن نأخذ في هذه الشاحنة الجرائد. نعم.
والجرائد تعرف فيها الإيجابي وفيها يعني غير أشياء إيجابي مختلفة. هل صحيح يجوز هذا العمل أم لا؟ نعم تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لورعك وسؤالك. محمد من مصر تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذا البرنامج يا أستاذ. مرحبا. أريد أن أسأل فضيلة الشيخ. نعم. يقول المولى سبحانه وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. ما معنى قوله تعالى وما صفت فرعون إذا علا في الأرض وجعل أهلها شيعة؟ نريد التفسير إن شاء الله. بارك الله فيكم. حياك الله حياك الله. أيمن من فرنسا تفضل يا أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال يا شيخ. قبل وصول الإسلام إلى فلسطين كانت هناك في حملات صليبية لنشر الديانة المسيحية. الصليبيون دخلوا إلى فلسطين ذبحوا 70,000 واحد لدرجة إنه مقولة الدماء وصلت للركاب. جاءت من على ما فعله الصليبيون في القدس. هؤلاء ما وصلهمش الإسلام. فما هو مصيرهم؟ طبعا احنا عارفين ان المسيحيه 99% انتشرت بالدماء وانهار من الدماء. بدناش ندخل بتحليلات. الله يكرمك اعطينا السؤال. احنا بدناش ندخل بتفاصيل. ما هو السؤال؟ هو السؤال الناس اللي ماتت دي 70,000 اللي ذبحوهم الصليبيين قرب المسجد الاقصى ما هو مصيرهم؟ نصلهم الاسلام ان شاء الله خير عند ربهم. على كل انت تسمع الجواب من الشيخ ان شاء الله. حياك الله. وقفنا عند سؤال ابو حسن من ايطاليا. ابنه عمره 26-27 سنة. أحسنت. وأبو حسن ابنه يعني شاب مصري موجود في إيطاليا يفضل أن يتزوج من مصر لكن الظروف تحول دون أن يذهب إلى مصر. الآن هذا المال اللي موفره اللي ممكن يتزوج فيه أبوه يحثه أنه يجد له فتاة صالحة من إيطاليا يرتبط بها. الابن يفكر أن يذهب بهذا المال للحج. الأب يسأل ما هو الأولى؟ أولا خلينا نجيب على الشك اللي حضرتك ابتدأت به وهو أن الأب يستحث ابنه على أن يتزوج بفلانة أو علانة أو كذا أو من هذه من بنات هذه الديرة أو والابن له نظرة أخرى أو ربما عقله عنده بنت أخرى في مكان آخر. أحب أن يعني أن أقول أن الأب عليه أن ينصح ابنه. وإذا كان الابن قد ذهب وجاء ببنت كفء وببنت صالحة فليس له الحق أن يمنعه. لكن أنا أنصحه ألا يفرض عليه يحثه ويشجعه فقط. نعم هذه الأولى. النقطة الثانية الأولى. النقطة الثانية لو كان الولد يريد أن يصحب أمه وقال يريد أن يصحب أمه لتحج فيعني حق الولد وهو أدرى بنفسه. لأني سئل العلماء أيهما أفضل حينما يوجد معي المال هل أحج أم أتزوج فقال له أنت أخبر بنفسك مني. يعني بمعنى إيه؟ لو هو الشاب أخبر بنفسه لو شاف نفسه مش قادر يحج وعايز البنت أصلا والعملية دماغه مليانة بها لا يبص الحج ولا يبص لأي شيء هيمشي إلى الطريق اللي لكن الله شايف نفسه لا ده أنا أريد أن أذهب إلى بيت الله وأحج أولا وهو إلى آخره وظروف وفرصة وإلى آخره. فأعتقد لا يقطع عليه الطريق. لعل رحلة الحج وهي رحلة إيمانية عظيمة تزيده إيمانا فيحسن اختيار شريكة حياته أكثر وأكثر يعني نعم. وخاصة وأيضا برا بأمه يعني حتى يعينوا على الحج. مصطفى من السعودية يقول نحن نحفز من يشتري منا الدواء إذا سدد المبلغ خلال شهر نعمل له 5% خصم ولكن إن تأخر عن ذلك يفقد تلك المزية. هل هذا جائز أم لا؟ يعني هو يقول له أنا أبيعك الدواء بخمسة يورو فإن سددت قبل الشهر فأنا أخصم لك 5%. وإن يعني نفرض 100 يورو إذا سددت خلال شهر أنا أقبل منها 95 لكن أنت أخرتك تسدد 100 كاملة. لكن هو العقد على شهر. نعم العقد على شهر. نعم فأن ينقص من أمر وارد. أما أن يزيده فلا ما في زيادة في تنقص. نعم. فما في مشكلة. نعم إن شاء الله. يوسف من إسبانيا لديه مشكلة في عند المعاشرة في السائل المنوي والأطباء ينصحه بتحويل المجرى فإن فعل سيفقد القدرة على الإنجاب. هو عنده 5 أبناء لديه 53 عاما ويسأل عن حكم ذلك لأنه إذا بقي على هذا الوضع فهو يشعر بألم شديد.
هذا الأمر يحتاج إلى أولا رأي الطبيب أولا. واضح الأطباء نصحوه بهذا. فإذا كان الأطباء نصحوه بهذا فهو يسأل جزاه الله خير، هل أنا لو فعلت العملية أنا عندي ذنب أم لا؟ ليس عنده شيء، الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، وهذا داء ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، فتداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. ما دام هو يدرك أنه مقبل على هذا وأنه بإجراء لهذه العملية سيحدث عنده شيء من يعني عدم القدرة على الإنجاب وهو راض بذلك ومطمئن، فالأمر إليه. أنا لا أستطيع أقول له لا تفعل ولا أستطيع أن أقول له افعل، لما لابد أن يرعى هو مصلحة نفسه. لكن أنا أقول له بين قوسين حكم الشرع أن إذا كان ذلك دواء لداء علاج لمرض فلا بأس، حتى لو قتل الحيوانات المنوية، حتى لو قتل ماذا ماذا يفعل في ألم وفي مرض. إحنا أحيانا أحيانا الشرع بيجيز الإجهاض إذا كان في ذلك حياة للأم. نعم صحيح، إذا كان في ذلك حياة للأم وحفاظ على صحتها أبو بلال، أبو بلال من ألمانيا يقول أنه يشتغل سائق سيارة شحن وأحيانا يحمل الصحف والجرائد وبعضها فيها ما فيها من صور وأخبار ودعايات وإلى آخره. يعني هي الأصل أنها جرائد أخبار، إذا كانت هذه هي الأصل أنها جرائد أخبار وما بداخلها من صور هو ليس معني بها. نعم. معني محمد الذي يشتريها. نعم. محمد من مصر يسأل عن إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة، وأخونا أيمن من فرنسا يسأل عن حكم الله تعالى في أهل 70,000 الذين ذبحوا في القدس. أولا خلينا نبدأ بالأخير، أهل 70,000 الذين ذبحوا في القدس هؤلاء الله أعلم بنياتهم وأعلم بهم، فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء خسف بأولهم وآخرهم، فقالت أمنا أم المؤمنين عائشة يا رسول الله أرأيت سوقت الناس عمتهم؟ قال يبعثون على نياتهم. فحتى أولئك الذين ذبحوا وقتلوا أمرهم إلى الله، أنا لا أملك من أمرهم شيء. هذه حاجة. الحاجة الثانية أنهم قرون مضت على هذا، لا يعني ليس من المسوق أن آتي نعم، إنما أنا الذي علي الآن أرضي المحتلة علي أن أدافع عنها أم ليس علي أن أدافع عنها؟ هذا الأولى. بس هذا الأولى. نعم. السؤال للأخ الآخر. نعم. الذي سأله معلش هو أخون الشيعة جعل أهلها شيعة فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح شيعا، أي مزقهم فرقا وجماعات، هذه معنى شيعا. وده اللي دايما الحاكم حتى يستطيع أن يعني يحكم يعني قبضته على الناس، فإنه يفرقهم يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وعلا بمعنى طغى وفسد وتجبر، وهكذا هم دائما الحكام الظلمة المتجبرون المتغطرسون الذين يؤلهون أنفسهم من دون الله في كل زمان وفي كل مكان. فرعون وقبل فرعون النمرود، وقبل النمرود أولئك الذين يعني على مدار التاريخ أفسدوا في الأرض وعتوا فيها. أكرمكم الله. قبل أن نختم الحلقة بين يدي كتاب مجموع القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء، مجموعة في مجلد أنيق قدم لها العلامة الدكتور القرضاوي رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء، وعرضها وشرحها الدكتور عبدالله الجديع نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء في حينه، وهنا الأمين العام الشيخ حسين حلاوة قدم هذا الكتاب. هذا الكتاب حقيقة غني وثري بكل الأسئلة التي يعني وإجاباتها التي صدرت عن المجلس الأوروبي للإفتاء خلال حوالي 13 سنة، فيعني للفائدة نعرضه ونشجع ونحث على أن تكون في كل بيت يتابع هذا البرنامج تكون لديه مكتبة، هذه المكتبة إضافة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وكتب الحديث، أن تكون هنالك بعض الكتب الفقهية بعض الكتب الشرعية. طبعا هو صادر عن دور نشر في العالم العربي، هذا الكتاب مثلا صادر عن مؤسسة الريان في لبنان، وأعتقد أنه أي تجمع إسلامي في الغرب تكون فيه معرض كتاب على هامشه، جميل أن نزور ونقتني مثل هذه الكتب. أشكركم فضيلة الشيخ وأشكر كل من تابعنا في هذا البرنامج، على أمل أن نلقاكم بحلقة أخرى. هذه أطيب التحيات، في أمان الله.